مصر كلها اسمه احمد فتحي. لا ما بيزعجنيش عادي. لا ولا يعني بيضحك يعني ساعات بيتصلوا بيا ان انا احمد فتحي بتاع الكوره وانا بعمل سيرش يطلع احمد فتحي، ما هو مشهور من قبل بكتير. احمد فتحي ده حد جامد قوي يعني. لا وفي احمد فتحي مغني اليمني مصر يعني كتير قوي. لا ما بيزعجنيش بس لا عادي. مره رامز جلال كلمني دخل ده فانا عارف ان هو رامز، بس انا مت على نفسي من ده ان هو بيكلم احمد فتحي بتاع الاهلي. هو اهلاوي وهيصه بقى وقلت له انت عايز ايه يا ابني؟ انا احمد مش بتاع الكوره. دي حصلت فعلا مره رامز كلمه. وفي كتير بقى بيحصل غلط يعني.